كشف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير عن حوار يدور في الخفاء لأول مرة بعد سقوط البشير بين حزب المؤتمر الوطني وقوى إعلان الحرية والتغيير تدفعها إليه مخاوف بحسب ما نقلت كوش نيوز. وقال مناوي في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر إن المخاوف تدفع منظري الحرية والتغيير للتفاوض مبكرا مع فصائل الحركة الإسلامية على رأسها المؤتمر الوطني، وقطار حوارهم بدأ منذ أسابيع. هذا وتواجه حكومة قوى الحرية والتغيير تحديات وعقبات كبيرة في ملفي الاقتصاد والسلام، ما دفع بعض المحللين إلى القول بأنه لن تتم أي إصلاحات اقتصادية تعالج مشكلات الاقتصاد السوداني إذا لم تتوفر له حاضنة شعبية لا تتحقق إلا بمصالحة سياسية حزب مراقبين. طيبة لحياة طيبة.